بسم الله الرحمن الرحيم. عادل الدحيمان عضو بمركز الدولي للدراسة البحثية بمجال الاختصاصات. ارتأى المركز ان يقيم هذه التظاهرة الوطنية الا وهو الملتقى الوطني لمهارات وتقنيات البحث العلمي، وهذا الملتقى يستهدف الطلبة الباحثين، طلبة الماستر والدكتورة من كافة ربوع المملكة الحبيبة، وذلك يؤطره نخبة من الأساتذة الأجلاء، أساتذة لهم تجربة وخبرة وحنكة، ما يفيد الطلبة والباحثين بخبرتهم وتجربتهم، خصوصا في ظل الصعوبات والإكراهات التي يواجهها الطالب الباحث في مجال البحث العلمي. فموضوع البحث العلمي هو موضوع شائك، ويقتضي على الطالب أن يبحث وأن يكون أن يتوفر على الآليات والميكانيزمات التي تؤهله من أجل البحث والاستمرارية في البحث العلمي. كذلك هذا الملتقى يحضره مجموعة من المنابر الإعلامية ومجموعة من الشركاء على مستوى مدينة فاس، وكذلك على مستوى بعض المؤسسات كجامعة الإسراء بفلسطين، وكذلك جامعة مولاي إسماعيل وجامعة سيدنا محمد عبد الله ومقاطعة فاس ومجلس المدينة إلى غير ذلك من الشركاء. وبالتالي فإن هدفنا، هدف المركز الدولي من خلال هذا الملتقى، هو أن يكتسب الطالب مهارات وتقنيات وآليات البحث العلمي، وذلك من خلال مجموعة من المحاور التي يتطرق إليها هذا الملتقى. يحاول أن يغطي محاور التفكير العلمي، مناهج البحث العلمي، أدوات ووسائل البحث العلمي، التوثيق العلمي، الرسائل الجامعية، التحكيم والنشر، القراءة العلمية البحثية، وتجلى أهم أهداف هذا الملتقى في التعرف على مناهج وإجراءات البحث العلمي، تنمية التفكير العلمي للباحث، تنمية مهارات العلمية لإعداد البحوث والدراسات الجامعية، تأهيل الباحثين للجويد ونشر كتاباتهم. نشكر فاس نيوز على المتابعة الحية لهذا الملتقى، هذا الملتقى الوطني لمهارات وتقنيات البحث العلمي، ونشكر جميع الأساتذة والمشاركين الذين جاءوا من ربوع المملكة، أبوا إلا أن يزكوا هذا الملتقى وأن يعطوه رونق من خلال كما قلت تجربتهم وحنكتهم في مجال البحث العلمي.